تيجوا يقنعوا اللبنانيين بهالمسرحيات اللي عم يعملون، معناتها شكو باب إلا نجاح، عنده القدرة على إدهاش الناس. إدهاش اللبنانيين منا شغلة سهلة أبدا، عمل الإدهاش على صدمة، صدمة إيجابية جدا، عملت إثارة للجدل. والمسرح اليوم إذا ما بيعمل إثارة جدل بيصفي كأنك عم تتفرج على بانو إعلاني ورجعت على البيت، ما بيلقط شي بذهنك. محمس كتير أنا شوف مسرحية الوحش.